بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلاً ومرحباً بكم مع برنامج خذها باختصار. المسألة التي سنناقشها في هذه الحلقة بشكل مختصر، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يبارك للجميع: ماذا لو صلى الإنسان الصلاة ثم تبين له بعدما صلى أنه صلى إلى غير القبلة؟ أعيد السؤال مرة ثانية. أنا صليت الظهر، صليت العصر، بعدما انتهيت من الصلاة تبين لي أني على غير القبلة. هنا نسألك هذه الأسئلة: هل اجتهدت قبل أن تصلي إلى غير القبلة؟ فلو قال نعم أنا اجتهدت، أنا سألت أهل البلد، أنا بحثت في الأجهزة وكلها تعطيني أن الإشارة إلى القبلة في هذه الطريقة أو في هذه الجهة، ثم تبين لي بعد اجتهادي الصادق، بعد اجتهادي الجاد، أني إلى غير القبلة، هنا نقول الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وأنت قد اتقيت الله سبحانه وتعالى ما استطعت. المشكلة ما هي؟ أن بعضهم يجتهد اجتهادا باردا، إذا صح التعبير. ما معنى اجتهاد البارد؟ يعني أنه يريد أن يصلي، أين القبلة؟ يفتح النافذة، لعلها من هنا، أظنها من هنا، أنا اجتهدت، ثم بعد ذلك يصلي، بعدما ينتهي من الصلاة يتبين له أنه إلى غير القبلة. نقول هذا قد حصل منه تفريط واضح، فهنا يجب عليك أن تعيد الصلاة لتتجه إلى القبلة بشكل صحيح. ماذا لو كان الإنسان في البر ليس هناك علامات للقبلة، حاول عن طريق الأجهزة ما استطاع، ليس هناك بنايات ينظر إليها، لعله ينظر إلى منائر للمساجد، ما استطاع، نظر إلى النجوم لم يتبين له، أو أنه لا يعرف في الاهتداء بالنجوم، فإذا وصل الإنسان إلى مرحلة ليس له فرصة أصلاً أن يجتهد، أو أنه اجتهد فتبين له أن القبلة من هنا فصلى، ثم تبين له بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة، ففي هذه الحالة نقول صلاتك صحيحة. إذن ما هو الاجتهاد المقبول؟ ما هو الاجتهاد الذي يخرجك من دائرة التفريط؟ هو أن تسأل، هو أن تستخدم الأجهزة، هو أن تتصل. مثال: افترض أني في فندق، ما يكفي أن أفتح النافذة وأن أتوقع، أسأل أهل الفندق أين القبلة، أفتح الأدراج لعلي أجد علامة على القبلة. أما مجرد التوقع أو مجرد أني أذكر في العام الماضي أني صليت في هذا الفندق، أظن القبلة من هنا، أظنها من هنا، هذا لا يكفي في في في, في اجتهادك، هذه صلاة. والله سبحانه وتعالى يقول: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة. إذن على الإنسان أن يتأكد من توجهه إلى البيت الحرام. لكن نضيف إلى هذه المسألة إضافة تتم هذه الفائدة، فنقول: هل لابد من أن أصيب الكعبة في كل صلاة؟ ما تستطيع. إذا كنت في المسجد الحرام عليك أن تصيب الكعبة، إذا كنت خارج المسجد الحرام أصب المسجد الحرام، إذا كنت خارج مكة أصب مكة، إذا كنت خارج المملكة العربية السعودية أصب المملكة العربية السعودية. فكلما اتسعت أو اتسعت دائرتك، كلما اتسعت دائرة القبلة. فلا ينبغي للإنسان أن يشدد مبالغا ولا أن يفرط متساهلا في مسألة القبلة. أضيف وأقول: القبلة قبلتان، قبلة حسية وقبلة معنوية، والقبلة المعنوية أعظم من القبلة الحسية. ما معنى هذا الكلام؟ أحياناً أكون بجوار الكعبة يقيناً أصبت الكعبة، فأنا أريد أن أصيب الكعبة بجسدي، وأريد أن أصيب الكعبة بقلبي، فيتوجه قلبي إلى الله سبحانه وتعالى. إنسان يصلي صلاة الظهر وهو في أمريكا ولا في اليابان ولا في الصين، لكنه خاشع في صلاته، خاضع في صلاته، هذا أحسن من إنسان يصلي بوسط الحرم وأمام الكعبة لكنه ساهٍ في هذه الصلاة. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا، أن ينقي قلوبنا، أن يسمو بأرواحنا، أن يعفو عنا، فإنه عفو يحب العفو. طابت أيامكم، أسعدكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.